أنا مع موهبة من أيام 2018، كنت في فريق الأولمبياد العلوم الدولي قرابة سنتين دربت معهم، بعدين انتقلت لفريق الفيزياء، والآن سنتين كمان بتدرب مع فريق الفيزياء، وإن شاء الله يعني هنشارك قريب. أول شيء أنا كنت طالب عادي في الفصل عندي في المدرسة، وجانا مدرس العلوم حقي افتكر كان يعني كنت طالب مميز عنده، فكانت في تدريب الأولمبياد الدورات الأساسية عندنا في المدرسة، فاختارني من بين الطلاب عشان أخش دورات أساسية بما أنه يعني مدرسة مستضيفة، فاختار الطلاب من عندنا، ومنها بديت التدريب معهم، ويعني شديت حيلي في التدريب، كانت الدورات الأساسية لأنه قالوا لنا أنه الأولمبياد شيء كبير، حسيت أنه شيء مهم أني أشتغل فيه. لما دخلت بعدين رحت الملتقيات، كانت ملتقيات شديدة، يعني كان أول مرة أسافر لوحدي، كان يعني كطالب في أول متوسط ثاني متوسط، كان يعني صعب عليه إنه يسافر لوحده، فيعني كان أول ملتقى، يعني هذا أكثر شيء كان صعب بالنسبة لي إنه أتعود على المكان وأتعود على البيئة والناس. بعدين وطبعاً مع شدة المواد العلمية برضو المواد اللي بناخدها صعبة والمعلومات كانت كثير، كان نحتاج نسوي معلومات كثير في وقت قصير بحكم أن العلوم كان فيها 3 مواد، فإيه كانت هذه بدايتي. استفدت من التدريب أشياء مرة كثير. أول شيء في التدريب أنت ساكن لوحدك، ففي نوع من المسؤولية والاعتماد على النفس، أيضا من كمية المعلومات اللي بناخدها يعني مستحيل طالب في الثانوي ممكن ياخذها في المدرسة، معلومات جدا قيمة جدا ثقيلة، وبعدين بنقابل من افضل المدربين للأولمبيادات في العالم في اعتقادي، جدا اشوف فائدة مرة كبيرة في التدريب. الشيء انك تتبع الشيء اللي تحبه، لا تغصب نفسك على حاجة او يعني هل تشوف انك ما تقدر تنجز فيها. طبعا دحين في مصادر كثير في النت للتعلم، في مسابقات كثير في موهبة تساعدك انها توصل للأولمبياد او للمسابقات العالمية بشكل عام، فابحث اكثر في المواضيع هذه حتلقى نفسك. يعني انا كنت محظوظ، انا جاني الاستاذ علمني عن الأولمبياد، لكن لولا الاستاذ هذا يعني وله الفضل، يعني استاذ ياسر مبروك له الفضل انه وصلني هذا المكان، لكن بدونه ما كنت حعرف عن الأولمبياد، كنت حكون لسه في المدرسة الحين. الله بنشارك الأولمبياد الفيزياء الدولي القادم بإذن الله، هنحاول أكثر شيء عندنا، ولو حالفنا الحظ إن شاء الله نجيب ميداليات إن شاء الله.